نواصل اقتصاديا، ومن الجانب الاقتصادي تحديدا، في زمن تسريحات من وظائف التكنولوجيا يبقى هناك أناس في أمان. من هؤلاء؟ هم الحرفيون والعمال المهارة. بريطانيا مثلا التي تشهد أزمة اقتصادية، كشفت أرقام من كونفدرالية العمل والتوظيف أن عجلة الإنتاج مهددة بسبب شغور ملايين الوظائف من العمال في قطاعات مختلفة، وسط دعوات لتسهيل هجرة اليد العاملة إلى بريطانيا. الدنمارك أيضا أعلنت عن قائمة وظائف جديدة لشغل آلاف الوظائف، وفتحت باب التأشيرات والهجرة للحرفيين. بينما في ألمانيا كشف اتحاد أصحاب المهن الحرة أن نقص العمال المهارة تسبب في مشكلات لدى العديد ممن يعملون لحسابهم الخاص. دعونا أولا نتابع قصة من زاوية عربية، وبالتحديد من الأردن، ونعود. في زمن الأزمات الاقتصادية لن تكون في مأمن حتى وإن كنت خلف مكتبك في العمل. أكثر من حرفي يتقن مهنته اليدوية كنجار أو حلاق أو حتى عامل بناء. نحن لا نتحدث بالضرورة عن دول الغرب حيث موجات الإقالات في شركات التكنولوجيا، بل عن بلد مثل الأردن، حيث للمهن الحرفية ميزات لا تتوافر في غيرها، مثل حرية ساعات العمل وعدم احتياجها إلى رأس مال كبير وملائمتها لذوي الدراسة المحدودة. والأهم من ذلك العوائد السريعة والمجزية، فبحسب الأرقام يتراوح متوسط الأجور في مهنة السباكة ما بين 620 ديناراً شهرياً وتصل إلى 920 ديناراً شهرياً، مقارنة بخريج هندسة يتقاضى 300 إلى 400 دينار شهرياً. وفي أمريكا والدول المتقدمة نجد نوعاً مميزاً من الرعاية لهذه المهن، حيث أصبحت السباكة في المرتبة الثانية ضمن أفضل مهن المقاولات هناك، وفي المرتبة الخامسة كأفضل مهنة دون تعليم. أما من ناحية الدخل فهي في المرتبة التاسعة كأفضل وظيفة تدر دخلاً دون درجة علمية جامعية. فيما يصل أجر السباك من ساعات العمل الإضافية فقط إلى 200,000 دولار سنوياً، إضافة إلى راتبه الثابت الذي يصل إلى 90,000 دولار سنوياً. وفي فقرة الجانب الاقتصادي تنضم إلينا وتنورنا دائماً في الاستوديو زميلة سمر المشتى، الصحفية في قسم الاقتصادي. سعد صباحك. صباح الخير سهام، أهلاً بك. طب سمر، كما تحدثنا نسمع في الأونة الأخيرة كبرى الشركات التكنولوجية والعالمية تسرح الموظفين، هل بالفعل يمكن القول أن المهن الحرفية باتت البديل الأفضل اليوم في زمن الأزمات الاقتصادية والمالية؟ صحيح سهام، خصوصاً الآن يعني مثل ما قلتي مش بس شركات التكنولوجيا، يعني على سبيل المثال أمازون تسرح 18,000 اليوم، البنوك أيضا بلشت بالتسريح بسبب بوادر الأزمة المالية. يمكن جولدمان ساكس أو أحد البنوك الأخرى أعلن عن تسريح أكثر من 3,000 موظف. فبالفعل هناك تسريحات كبيرة في القطاع المهن الأخرى. الآن بالنسبة للمهن الحرفية هي أشياء دائما نحتاجها، يعني دائما أنت تحتاجين سباك، دائما تحتاجين كهربجي يجي يسوي لك، دائما تحتاجين صيانة. فيعتمد أيضا بأي مكان، بالفعل خصوصا في الأردن، أنا أهلي عايشين في الأردن وكان يجينا سباك بالأول قبل سنتين كان يأخذ على الإنسبكشن أو الزيارة 10 دنانير ما يعادل تقريبا 50 درهم أو 50 ريال، اليوم يأخذ دبل بالضبط بعد سنتين 20. وحتى تشوفين شايل شنطة مثل دكتور ومرتب ولابس وكذا، مش الفكرة اللي في بالنا. وطبعا في أوروبا هذا الشيء بعد أكثر، يعني هناك مش واحد صلح لشي خلص صار سباك أو صار كهربجي، لا، هناك في شهادات معتمدة مدى ما يقدر يشتغل أي من هذه الشغلات، تدريب ودراسة ومعاهد متخصصة ونقابات متخصصة تحميهم، وفي بنش معين للأجور خصوصا في أوروبا. مثل ما قلنا يمكن البارحة كنا نتكلم في نيويورك أو أوروبا، البنية التحتية متقادمة، يعني كلها بنايات قديمة تحتاج إلى الكثير من الصيانة فازدهرت. وأيضا من الأشياء اللي أثرت على أعمالهم وعلى مدخولهم ورواتبهم أنه زاد الطلب عليهم خصوصا في فترة كورونا، فما بعد
بعد، لأنه أحجم الكثير منهم عن العودة إلى سوق العمل لما كانوا يأخذون المعونات سواء بأوروبا أو المعونات الحكومية أو بأمريكا، فيقول لك خلص أنا أقعد في البيت أشتغل. يعني في بريطانيا ذكرتوها بالتقرير وصل الأمر إلى الاستعانة بالسجناء كقصابين في الملاحم الدجاج والخرفان وإلى آخره، فكان الأمر بهذا السوء أنه كان هناك نقص، لذا زادت أجورهم بعد أكثر من السنوات اللي قبل. طب سمر، سألنا الناس خصوصا في مصر ما هي الحرفة التي لن تختفي برأيك، نسمعهم ونرجع. يلا. في حرف كتير مثلا زي النجارة، تمام، ومن أيام سيدنا نوح، يعني تقريبا قصة السفينة دي اللي تذكرتها يعني دلوقتي، سفينة سيدنا نوح، المنسوجات، التطريز، الحاجات اللي هي التراث بتاعنا، مثلا ممكن حاجة زي النجارة، مثلا زي النقاشة، دي الحرف اللي هي ما تنكرتش أبدا في مصر عندنا. حرفة البناء، ليه؟ لأن الإنسان هو اللي بيستخدم إيده فيها. لا ما أقدرش بقى، لأن لا في لا مصنع ولا في أي حاجة تبع، يعني إيه الإنسان، إيد الإنسان هي اللي بتصنع الحاجة دي. اللي هي زي الترزي، الترزي ديت اللي هي بدلة، موظف حكومة يبدأ فاهم لازم يلبس بدلة، موظف مدرسة بدلة. حرف مثلا زي التصوير، التصوير ده عبارة عن فن، فدلوقتي أي حد ممكن عريس عروسة كده بيلجأوا اللي هم يخطبوا أو في الجواز في الفرح كده لازم يتصوروا. في الحلاق وكوافير وبتمدن، دي الحاجة الوحيدة اللي عمرها ما تنقرض، حتى ما فيش حد عمره هيبطل يحلق طبعا. طيب سمر، رغم أنه الحرفيين لا يحصلون على ميزات الموظف في القطاع العام والخاص من تأمين مثلا، إلا أنهم خصوصا في الخارج سمعنا أرقام خيالية يحصل عليها أصحاب المهن كعمال صيانة وما إلى ذلك، هل هذا فعلا ما يحصل؟ هلا بالنسبة للتأمين والمميزات الأخرى يعتمد، إذا في الخارج هناك مثل ما قلنا نقابات منظمة أكثر لأعمالهم وفي تأمين وفي أشياء أخرى غير عن العالم العربي، بس بالفعل خصوصا أنا جبت مجموعة من المهن من أكثر شيء يأخذ إلى أقل شيء. عندك اللي يسوي الصيانة للإليفيتر للمصعد، هذا يأخذ تقريبا من متوسط 88,000 دولار سنويا، أضف إليها التيبس اللي قد تتجاوز 20,000 دولار سنويا اللي يسوي المصعد. طبعا هاي واحدة من أهم الأمور، إذا خرب المصعد في مشكلة. عندك الراديشن ثيرابيست اللي هي معالجة الأشعة بالنسبة لأمراض السرطان، أيضا لأنه تتعرض لمخاطر كبيرة، أيضا من أعلى الرواتب اللي هي أيضا تتجاوز 85,000 دولار، هذا إضافة إلى التبس اللي تحصل عليها. عندك الدنتال هايجينست أو اللي مساعد لطبيب الأسنان، أيضا أتكلم أكثر في الخارج هذه المهنة، ولهذا اليوم هذول ينطلون هم إقامات مباشرة في أوروبا ويطلبون في أوروبا يمكن أكثر من مهن أخرى، مهندس أو طبيب أو إلى آخره، لأنهم بحاجة إليهم. عندك أيضا الإلكتريشن وهو الكهربجي إحنا نسميه، وعندك طبعا المسؤول الإنسبكتور أو المفتش على عملية البناء، أيضا من أعلى الرواتب خصوصا في أوروبا وأمريكا. طيب سؤالنا كان تفاؤلي، شو المهنة الحرفية اللي لا يمكن الاستغناء عنها باعتقادك اقتصاديا سمر؟ والله يتهيأ لي يعني كلها مهمة، مثل ما قلنا يمكن السباك، I don't know، ما أعرف، يمكن السباك أمشي، لأن واحد يعني بالنهاية يمكن إحنا ما نحب نشتغلها بأيدنا، فأنا بالنسبة لي يمكن السباك أهم واحد فيه. طيب ستبقين معنا سمر لأنك ستعلقين على الحرفة التي نتحدث عنها في قصتنا من الشارع اليوم، حرفتك مستقبلك، مبادرة أنشأها حلاق مصري ليشجع الشباب على تعلم حرفته أملا في أن يكون له دور ومساهمة في القضاء على البطالة وحماية الحرف من الاندثار. محمود قرر أن يخصص يوما كل أسبوع يعلم فيه المقبلين على حرفته الحلاقة مجانا، ثم بدأت المبادرة في الانتشار، فأقدم ممتهنو حرف أخرى على تعليم حرفهم أيضا في صورة جميلة للتكاتف الاجتماعي بمصر. We'll be right back.
تنضم إلينا من القاهرة سفيرة صباح العربية ندى حجازي. ندى يسعد صباحك، حبيتها سفيرة صباح العربية، هي كتبها وسام أكيد. طيب ندى، حديثينا عن محمود وعرفينا شو سر اهتمامه بحرفة الحلاقة، تفضلي ندى. صباح الخير يا سهام. هي احنا دلوقتي معانا الاستاذ محمود مؤسس المبادرة، بس قبل اي حاجة انا بجد المبادرة دي انا حسيت فيها بالمعنى الحقيقي للتكاتف الاجتماعي في ظل اي ظرف صعب ممكن يكون بيمر بيه العالم كله، ان يتم تخصيص يوم معين علشان يعلم الشباب الحرف ده لاقى انتشار واسع جدا جدا في المحافظة فوق ما انت ممكن تتخيلي، وده يكلمنا اكتر عنه الاستاذ محمود. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، شرفنا بحضرتكم. الحمد لله رب العالمين، انا انسان بسيط مؤمن بدوري بالمشاركة الشعبية الفعالة، فبسبب تواجدي على الارض كصاحب محل حلاقة فبتعامل مع كل فئات الشعب وكل الاعمار السنية، ومحل الحلاقة دوت بيبقى ايه مكان للفضفضة، واللي عنده مشكله بيحب يقولها عند الحلاوي ويتكلم معايا، وانا من النوع اللي بيحب يسمع في وقت الناس ما بتسمعش فيه، يعني كله عاوز يتكلم، لا انا بسمع الانسان ومريحه. فلقيتهم بيشتكوا عايزين يتعلموا حاجه، يعني الناس بتشتكي طبعا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها العالم كله يعني، فالناس كلها اللي بيتكلم في البطاله، الاسعار الغاليه، اللي عاوز يزود دخله، فالمشاكل ديت كلها في الشباب في الاعمار السنيه كلها، فانا بتكلم معاهم الحمد لله في اي مشكله وكده، حتى عشان كده سموا المحل بتاعي الصالون الشعبي لخدمه المواطنين الحمد لله رب العالمين. ومن هنا بدات المبادره. بدات المبادره بقى، انا قلت بقى ايه الناس بتشتكي وكده، فانا قلت ايه الشباب، طب ايه اللي ناقصكم؟ قال اللي عاوز يتعلم صنعه وكده، فطب ميه طب ما تخش فيه، قال احنا جربنا ودخلنا اكاديميات وكده كتير وكانت بمبالغ عاليه، وفي الاخر ما بيتعلمش صنعه ولا حاجه، بياخد شهاده بس، موضوع نظري اكتر منه اكتر يعني. فمن هنا بقى جت فكره المبادره، قلت اهم حاجه حاجتين، ان هي تبقى مجانيه تماما، واللي يجي يتدرب عندي قلت ابدا برضو بنفسي، يعني اللي يجي يتدرب عندي يطلع صنايعي شاطر، اديله كل خبايا الصنعه، مش هبخل عليه باي حاجه، انا مش جاي نظره اديله، لا انا هدربه عملي. ومن هنا بقى قلت ايه، يعني هيطلع من عندي صنايعي وانا اللي هوجهه لسوق العمل، هي مش العمليه مش نظريه بس. طيب وفي ناس علمتهم واشتغلوا معاك بعد كده؟ الحمد لله رب العالمين، لما بدانا اولى الدورات من اول دوره الحمد لله رب العالمين كان العدد 10 او 12 فرد، عشان كده حتى انا ايه قلت اضرب، كنت كان يوم في الاسبوع بس اضرب واحد او اثنين في المحل، لقيت الموضوع برده زاد وكده، طبعا المحل هيبقى زحمه مش هنعرف نشتغل فيه، فكان في سنتر جنب المحل يعني بعد مني كده، فقلت ايه اجر المكان منه اعلم فيه شباب لان العدد زاد، رحت السنتر فقلت الراجل عاوز اجر مكان، فروحت اجر المكان منه وبقيت ادي الدوره هناك، فلما عرف صاحب السنتر ان هي دوره مجانيه، حتى هو سال يعني الناس من ورايا هي مجانيه بجد، فلما عرف فالراجل برده ايه شارك معانا وقال لك لا خلاص انا مش هاخد منكم فلوس وكده، والحمد لله من اول دوره ووجهنا الخريجين كلهم من الدوره لسوق العمل، ومن ضمنهم شاب اشتغل معايا انا شخصيا في المحل الحمد لله، وكان باب رزقه عندي الحمد لله. دي مبادره جميله جدا جدا، معاك يا سهام. طيب مدام الدورات مجانيه مثل ما يقول محمود، معانا سمر زميلتنا في قسم الاقتصاد بدها تسال محمود ندا سؤال اقتصادي. يعني هل نريد نسال محمود، هل صباح الخير يا سمر. صباح الخير ندى، هل تكفيه لمحمود المدخول اللي ياتي من مهنه الحلاقه للمعيشه اليوميه يعني؟ كم ولا كيف ولا هل لا تكفيه؟ ما بدناش نحرج محمود، ما راح نسأله كم يعني، بس هل تكفيه كمصدر للرزق؟ هي سمر في الاستوديو بتسألك هل الدخل اللي بيدخل لك من حرفة زي الحلاقة كافي للمعيشة اليومية؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله. لا الصنعة بيقول لك صنعة في ايدك دقيقة من الفقر الحمد لله رب العالمين، يعني لا الحمد لله كافي طبعا زي الفل، انا راجل برضو متزوج وفاتح بيت وعندي اولاد الحمد لله، الصنعه ديت الحمد لله كل المدربين معانا لتعليم الحرف كلهم مؤهلات عليا، عشان لما شاب يقول لك لا انا مؤهل عالي انا اشتغل ليه بصنعه، لا كل المدربين معانا، والصنعه دي هي اللي الحمد لله اللي جوزتني، انا ما اشتغلتش، لا الحرفه دي هي اللي جوزتني، وهي الحمد لله رب العالمين اللي مخليه اولادي زي الفل الحمد لله رب العالمين. وهقول لك حاجه ثانيه يا سمر، وده رايي الشخصي يعني وممكن يكون غلط، بس انا بحس انه كمان الحرف عندك فرصه اكتر انت تثبتي فيها نفسك وتجتهدي اكتر وتعلي السعر بتاعك وتنتشري اكتر، من خصوصا اذا كنت قيود اي وظيفه.
صحيح ندى، خصوصا اذا كنت شاطره متخصصه بهذه الحرفه، ويمكن الى جانب كل مهنه لازم يكون عندنا شيء اون ذا سايد. انا شخصيا اصلح كراسي الحديقه، جدا شاطره بهذا الموضوع. شكرا جزيلا ندى حجازي من شكرا القناة. ندى مزبوط، ده رايي انا كمان. طيب سمر، ماذا عن مهنه الحلاقه؟ هل بالفعل هي صنعه ومهنه حرفيه ستبقى معنا مستقبلا؟ هلا بالتاكيد وقت زمن الكورونا جدا هبط، لانه كلها تسكرت الصالونات، واضافه الى انها تسكرت انه احنا كلنا تعلمنا نسوي. يعني انا زوجي صار لي سنتين انا احلق له في البيت وخلص ما رجع بعد على الصالونات. فهي واحدة من الاشياء انه اثرت على النمو، ما رح ترجع مثل مستويات 2019 الى حد نهايه السنه القادمه 2024. اليوم هذا القطاع هو يمثل يعني صناعه الحلاقه 215 مليار دولار وينمو بنحو 7% سنويا. البارحة اتصلت بأحدى الشركات اللي هي تبيع وتشتري البزنسز الصالونات، اسمها بزنس اكستشينج بيرو. شاركت معي المديرة بعض النقاط اللي لازم ينتبه إليها اللي يفتح صالون أو اللي يريد يفتح صالون حتى يكون صالونه ناجح، اللي هو أهم شيء أولا الموقع وتوافر الباركينج، هذه أهم شيء. ثاني شيء الحلاق دائما يأخذ زباينه معه، فلازم أنت كمديرة مشروع أو صاحبة المشروع أنه تعتني بهذا الحلاق اللي جاي عندك وجايب زباينه، لانه بالنهايه الزباين راح يلحقون الحلاق. ايضا مساله اللويالتي بوينتس مهمه جدا، ومساله القدره للحجز عبر التطبيق. ترند جديد ايضا في مهنه الحلاقه اللي هي القدوم الى المنزل وتقديم الخدمات الى المنزل، هذا يزدهر ويلاقي رواج كبير خصوصا في المنطقه مع نزول المراه اكثر الى سوق العمل. شكرا جزيلا لك سمر. شكرا جزيلا. شكرا.